السلام عليكم. اليوم حنكمل بعد درس الاكسباند اللي اخذناه، حنكمل بالفاكتورايزيشن واللي هو عملية معاكسة للإكسباند. كنا بالإكسباند يكون عندنا بارانتيسز ونحن عم نعمل لها إكسباند، هلأ حتكون عملية معاكسة تماما، يعني حنحول من بلس وماينس إلى تايمز. يعني غايتنا هون يصير في عندنا تايمز، بس شو في بيناتها؟ تايمز. هذا الشيء اللي نحن لازم نوصل له. بينما كان الإكسباند نحن عم يكون عندنا بارانتيسز وعم نوصل لبلاس وماينس بين الترمز. سو نحن حنشوف هون بعض النماذج اللي ممكن تواجهنا وممكن تخطر على بالنا. خلينا نبدا بشيء البسيط. اول امر وقت يكون في عندنا اكس سكوير فور اكزامبل بلاس 4x، نموذج ثاني ممكن نشوفه x سكوير ماينس 4، يا نشوف هول اثنين. اول بولينوميال هون نحن عندنا بنشوف انه هو عباره عن كل شيء موجود فيه x، يعني باول ترم هو x وبالثاني هو x، بينما هون بالاول هو x وبالثاني هو number. سو شو الفرق بيناتهم وكيف نعمل فاكتورايز لكل واحد منهم؟ اللي بيكون كله x في عندنا هون، حاكتب انا هون ملاحظه common، خليها تخطر على بالنا common factor. اذا نحن لازم نطلع common factor، بينما بالاكس سكوير والنمبر اذا حصل بيناتهم ماينس حلونها هون عشان نضل متذكرينها انه هون يكون في عندنا ماينس، فهذا عندنا identity او remarkable identity لازم نطبقها. هون شو في عنا مشترك؟ شو معنى x سكوير؟ معناها x مضروب من بعضها، ما عملنا multiplication بذاتها بنفسها مرتين. سو ان كان هون عنا تنتين x وهون عنا وحدة x، فالcommon factor هو x. شو معناها نحن عم نطالع common factor؟ معناها نحن عم نقسم عليه، عم نعمل divided by these common factor اللي طالعناه. x سكوير حنتخيل هون انه تحت x سكوير هون في الكومن فاكتور اللي طلعناه، وبالتالي اذا هون اكس سكوير اوفر اكس حيبقى اكس وحده، تمام، بلس هاي 4x. خلينا نتخيل تحت انه هون موجود في الكومن فاكتور اللي طلعناه، وبالتالي حيبقى عندنا 4. سو انه اكس سكوير بلس 4x اذا هي عباره عن اكس تايمز الاكس بلس 4، وهذا الشيء اللي هو معناه انه نحن عملنا فاكتورايز له لانه حولناه من بلس لتايمز بين تو ترمز. اذا انذر اكزامبل، اذا هون الاكسين لما طلعت منهم اكس بقت وحده، وهون 4x طلعت الاكس بقى بلس 4، يا 4x سكوير ماينس 8x. كمان نلاحظ هذا انه هو عبارة عن اكسات، اول تن في اكسات والتاني تن هو في اكس without number لوحده او تن في number لوحده. هون نجي كمان في هون 8x هون 4x سكوير، نلاحظ انه فينا نطالع x common factor. ملاحظة اضافية هون، منطلع انه هون النمبر كمان موجودين، ال 4 وال 8 هنن في نمبر مشترك بيقبلوا اثنيناتهم الاسم عليه، بيقبلوا اثنيناتهم ينعمل divided by this number. ال 4 وال 8 اثنيناتهم بيقبلوا الاسم على 4، سو انه هون بنحط 4، تمام، بنطلعها ك common factor ايضا. في 4x سكوير اذا قسمناها على 4x مثل ما اتفقنا انه الكومن فاكتور دائما وين نتخيله؟ نتخيله موجود، نتخيله موجود تحت الترم 4 over 4 ما بتروح، x سكوير هون على x حيبقى x ماينس. نجي للترم الثاني، دائما انتو هيك بخط خفيف حطوا الكومن فاكتور اللي عم تطلعوا تحت الترم لتشوفوا شو حيبقى. ال 8 over 4 2x over x راحت، بنرجع بعدها بنمحيهم لهدول اللي قسمنا عليهم، فبيطلع عنا 4x سكوير ماينس 8x
هي عبارة عن 4x times x minus 2. كيف بنتأكد انه نحن عندنا فاكتوراي صح او خطأ؟ بنرجع بندخله لنشوف 4x times x 4 x بx x square so انه هيدا صح 4x times minus 2 minus 8x. اما النموذج الثاني x square minus 4 فمباشرة اذا كان عندنا x شيء square ونمبر هون او شيء سكوير هون مباشرة لازم تخطو عبارنا الايدنتيتي اللي نحن استخدمناها من قبل بشكل معاكس بالاكسباند اللي هي a سكوير minus b سكوير equal a minus b a plus b يا سو انه معناها لازم نفكر اذا كان عندنا minus قبل الماينس يكونوا سكوير والبعد الماينس يكونوا سكوير فهون عندنا x سكوير اوكي معناتها ال a هي ال x وال b مين هي فنكتب x سكوير minus 4 كانه هي x سكوير minus 2 سكوير ال 4 لانه هي 2 سكوير وبالتالي هلا كثير هيك لقيناها هذه ضابطه انه هي مثل مثل a سكوير minus b سكوير فانه حنقدر نعملها ال a minus b بال a plus b that's mean that x minus 2 x plus 2 إذن الـ A والـ B مرة بيناتهم minus مرة بيناتهم plus another example عليها 4x square minus 9 كيف هذا حنقدر نشتغل بهذا الـ example yeah. مثل ما اتفقنا إذا في عندنا minus القبل منحاول نعمله square والبعد منحاول نعمله square okay. 4x square كيف حنعملها square هنكتب انه هي عبارة عن 2x سكوير وفعلا اذا اجينا عملناها لسكوير 2 سكوير هي 4 والاكس سكوير هي اكس سكوير معناها شغلنا هون صح ماينس نحن حنحطها 3 سكوير هلا بنشوف انه هاي مثل الريماركبل ايدنتيتي اللي نحن جينا نتعلم عليها حنحط ال a وال b اللي هن 2x وال 3 هاي 2x وال 3 حنحط مرة بيناتهم بلس ومرة بيناتهم ماينس وبالتالي هلا 4x سكوير ماينس 9 صاير الفاكتورايز لها هو 2x بلس 3 تايمز 2x ماينس 3 وبالتالي اهم شغله نعرف انه الفاكتورايز هو التحويل من بلس اور ماينس ل يعني من اديشن اور سبتراكشن ل تايمز بين عده تيرمز هذول نموذجين اساسيين موجودين او حنستخدمهم في دروسنا القادمه حنشوف في المقطع التالي ان شاء الله نموذج شغل بشكل عام بما يضمن هدول اللي موجودين معنا هلا واللي شرحناهم اليوم اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله